الكلام بقى. انا عايز ايه الحكايه اللي حصلت عشان اللي ما شافش؟ انا كتبت حلقتين في هذا الموضوع في الاهرام، بس مش بالكاد ان كل واحد يكون قرا. تعالوا نعرف الحكايه قبل ما نتناقش مع ابطالنا في يوم 20 يوليو وما بعد 20 يوليو 69. تعالوا نشوف مع بعض الحكايه ايه. في شهر يوليو قبل 47 سنة صنعت الأقدار حدثا هو في الواقع أسطورة، قوامها شموخ وكبرياء وحب وانتماء وعطاء وشجاعة وفداء، أسطورة تحسبها من وراء الخيال، والحقيقة أنها حقيقة حدثت على أرض سيناء الطيبة الطاهرة الحاضنة للمعجزات. في تاريخ مصر المحروسة البعيد والقريب أحداث لا تحصى، لا مثيل لها في العالم، أحداث عظيمة غير متشابهة، الثابت الوحيد فيها الإنسان المصري، والمعنى أن عبقرية المصريين رحم المعجزات. اليوم أقدم لحضراتكم واحدة من قصص الإعجاز، بطلها وأبطالها مصريون، قصة كان يجب أن تنتهي وقت أن بدأت وفقاً للمنطق البشري، لكن الله أرادها باقية حية حتى يومنا هذا، ربما وهذا ما أعتقده أنا، لأجل أن نعلم ونتعلم ونعلم. حكايتنا حكاية دورية صعقة من 19 مقاتلاً، مهمتها تدمير منطقة مخازن سلاح للعدو في عمق سيناء. اليوم ليلة 20 يوليو سنة 1969. الدورية نفذت بنجاح المهمة قبل الفجر، وقتلت كل جنود العدو 16 قتيلا، ولغمت المخازن بالأدوات الناسفة التي تنفجر بعد وقت يسمح للدورية أن تكون على أبعد مسافة من الموقع، وهذا ما حدث. الانفجارات وقعت بعد شروق الشمس، والدورية ابتعدت إلى أن أصبحت على مقربة 11 كيلو متر من القناة. قائد الدورية الملازم أول عيد زكي إبراهيم، أوامره انتشار المقاتلين تحسبا لطيران العدو الذي سيصل في أي لحظة. أربع طائرات حربية تهاجم 19 مقاتلا، طائرة استفردت ببطلنا وظلت تهاجمه برشاشاتها وهو يناورها ويضرب عليها ببندقية. ذخيرة رشاشات الطائرة نفذت دون أن تطول بطلنا، نفذت من الطيار لأنه ضرب خوف، الطيار الذي يقود مقاتلة لو أنه شجاع ما طاشت منه طلقة ولا أصاب الموجود على الأرض من أول طلقة، لكنه جبان حتى لو معه مقاتلة. الجبان عندما نفثت ذخيرة رشاشات طائرته أطلق صاروخا على بطلنا، طبيعي أن يسقط ومنطقي أن يفقد الساقين وذراعا وعينا، غير الطبيعي بمنطقنا البشري أن يبقى حيا. الإعجاز والأسطورة أن يبقى حياً بعد ضربه بصاروخ. البطل مرت عليه لحظات أطبق فيها الصمت على كل شيء، من صوت طائرات حربية مرعب إلى صمت القبور الذي خيم على المكان، الرمال صامتة، أشعة الشمس قادمة مائلة من الشرق وهي الأخرى صامتة وربما غاضبة من رؤية نصف جسد البطل المتناثر على الرمال. لحظات صمت، دقيقتان أو
3 هي وقت طويل في قياسات رجال الصحراء. البطل يسأل نفسه فين الرجالة، يقصد زملائه. ما داموا لم يحضروا أكيد استشهدوا، هذه قناعته، لأن يقينه استحالت أن يرجعوا لقوا عائدهم ويتركوه. وبالفعل وصل الجميع أحياء لأنهم مهلون لكل المواقف. البطل تنبه إلى ما يدور حوله، والقائد عيد زكي إبراهيم يضع يده على ذراعه، يربط عليها، عم يحضنها، عم يواسيها. ربما كل هذه الأمور متبعة، لا وقت للكلام ولا حتى المواساة، كل لحظة لها أهميتها. وحياة البطل وال18 مقاتلا على المحك، الرضاء بقضاء الله، أن يفقد نصف جسده في لحظة، قدرة تحمل تفوق قدرات البشر، تحمل آلام مبرحة في كل حركة وهمسة وهو محمول على الكتف، أي في وضع حركة مستمرة إلى أن يصل القناة. بفضل الله الدورية وصلت إلى منطقة العبور التي منها اجتازوا القناة في الليلة السابقة لتنفيذ مهمتهم. قائد الكتيبة النقيب سمير يوسف استقبلهم، وبسرعة حضر طبيب الكتيبة ووضع البطل الجريح على نقالة. قائد الدورية اقترح على قائد الكتيبة إحضار مدرعة من بورسعيد لنقله إلى هناك. قائد الكتيبة النقيب سمير يوسف قال إن تحرك مركبة على الطريق سيعرضها للقصف، ووقتها سنخسر سائقها والبطل الجريح. الحالة صعبة جدا، 2 ساعة على أقصر تقدير وينتهي الأمر. اقتراح يبدو مستحيلا، والحقيقة أنه المستحيل نفسه. ينقلون البطل على النقالة مشيا إلى بورسعيد، المسافة 25 كيلو. الرجال صمموا على القيام بالمهمة المستحيلة، اختاروا السير بجوار السكة الحديد التي بمحاذاتها ترعة تنمو على شاطئها الشرقي شبيرات وموس كثير. خطورة هذا الطريق أنه أقرب ما يكون لخط برليف، أي في مرمى نيران الحرب. إثنان حمل النقالة هما فتاح عمران وصابر عوض، والثالث أحمد ياسين ومهمته حمل زجاجتين محلول ملح، غير الثالثة إبرتها في ذراع البطل اليسرى، ودورها أن يحافظ على وجود الزجاجة مرتفعة لضمان سريان المحلول في ذراع البطل. بدأت رحلة نقل بطل هو أقرب أن يكون ميتا منه حيا. 3 أبطال يحملون شهيدا ما زال حيا. الهدف واليقين والإصرار، حقيقة المقاتل، جعلتهم يتخطون كل صعاب الرحلة المستحيلة. يوم 21 يوليو أفاق من غيبوبته على كل آلام الدنيا، كل جزء في جسمه به آلام. البطل فوري بمن يقبل رأسه من الخلف ويجلس على كرسي بجوار رأسه، إنه الزعيم جمال عبد الناصر. لأن ما أخذ بالقوة لا يمكن استرداده بغيرها. الزعيم أزاح الكرفان ليرى بعينه ما ثمى عنه. رأى شاشا أبيض على أقل من نصف جسد. الزعيم صمت لحظات، قطعها بكلمات قاطعة، وجهها للفريق محمد فوزي. قال: يا فوزي ده بيموت وعايز يحارب تاني. يا فوزي ما دام الرجاله دي موجوده سننتظر باذن الله. يا فوزي ده الشهيد الحي. زعيم قام بتقبيل راسه وغادر. القصه التي اراها اعجازا ارادها الله باقيه فابقى على بطلها حيا، وهي معجزه من الله. ابقى بطلها ورفاقه الابطال رمزا لمليون شيء ايجابي. يا صناع الفن في مصر، تلك هي الأعمال التي ترقى للإعجاز وتستحق اسم الأسطورة. تحية إلى جيش مصر في الأمس واليوم والغد وكل غد بإذن الله.